GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم حيدر السلموي من فريق GSM Medical Education. موضوع حلقتنا اليوم عن Angiotensin Converting Enzyme Test. ببداية خلونا نعرف شنو Angiotensin Converting Enzyme ACE اللي هو المختصر مالته. Is an enzyme that helps regulate blood pressure. يعني شنو؟ إنزيم يساعد بتنظيم ضغط الدم عن طريق تحويل الأنجيوتنسين الأول للأنجيوتنسين الثاني. خلونا نشوف هاي العملية اللي اسمها RAAS، اللي اسمها رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم. طبعا هنا لما يكون عندنا انخفاض بالدم راح ينقص الدم اللي داخل للكلية، لذلك راح يصير افراز من الكدني المن للرنين. لما ينفرز الرنين بالدم الليفر راح يجي شعار، راح يفرز الانجيو الانجيوتنسينوجين. بارتباطهم راح يتم تكوين الانجيوتنسين الاول. لما يوصل الانجيوتنسين الاول للرئتين، الرئتين راح تفرز لي الاي سي اي، وهذا الأخير راح يحول الأنجيوتنسين الأول للأنجيوتنسين الثاني. الأنجيوتنسين الثاني راح تكون عنده وظيفتين. أولاً يأثر على الغدة الكظرية اللي هي الأدرينال جلاند، هذه حتفرز الألدوستيرون اللي يقوم بامتصاص الصوديوم، وبالتالي يتم امتصاص الماء ويرجع الفلو الطبيعي بالجسم. الوظيفة الثانية اللي هي الفازو كونستراكشن اللي هو تقلص الأوعية الدموية، هنا راح يرتفع الضغط ويرجع المن للمستوى الطبيعي. خلونا نعرف النورمال فاليو للانجيوتنسين كونفرتينج انزيم اللي هي راح القيمه الطبيعيه له راح تكون من 23 المن ل 57 يونت بير ايشيو. هسه خلونا نعرف شنو هذا التيست او الاختبار. This test measures how much angiotensin converting enzyme in blood. هذا التيست أو الاختبار راح يبين لي كمية إنزيم الـ ACE وين بالدم. A higher than normal ACE level may also be seen in several other diseases and disorders. خلنا نعرف شنو معنى هذا الكلام. هنا ده يقصد أنه يمكن ملاحظة أو أنه تتم ملاحظة وجود معدلات أعلى من المعدل الطبيعي بعديد من الأمراض. من هاي الأمراض أولاً، طبعاً أنا قبل لا نبدأ بهم أنا راح أذكر لك هذه الأمراض وأحكي لك نبذة عنهم مختصرة سريعة، لأنه إحنا مو بصدد ذكر الأمراض، إن شاء الله تلقونها موجودة عندنا شرحينها بقية الأخوة والزملاء. أول مرض هو الساركودوسيس. هذا المرض يسبب عقيدات صغيرة اسمها غرانولاماس تتكون تحت الجلد أو بعض الأعضاء. المرض الثاني اللي هو غاوشر ديزيز، هذا مرض جيني نادر يتمثل بترسب الكلوكو سيروبروسايت وين بخلايا المايكروفيج للمونوسايت سيستم. المرض الآخر هايبر ثايرويدسم، هذا اضطراب بغدة الثايرويد، طبعا الأسباب مختلفة، يسبب زيادة المن بفراز هرمونات T3 والT4. سورياسيس، مرض صناعي متمثل بتكون بقع حمراء على الجلد تكون جافة طبعا، لذلك تسبب العفو الحكة. أميلودوسيس، جروب من الأمراض متمثل ببروتين غير طبيعي اللي هو أميلويد اللي راح يتراكم وين بأنسدة الجسم وأعضائه. عفواً. المرض الآخر عندنا هنا هيستوبلازموسيس، طبعاً هذا مرض فطري تسبب الهيستوبلازما ويصيب غالباً الرئة والرحم. Increased levels of this enzyme is used for diagnosing sarcoidosis in combination with other modalities like radiology and histopathology.
هنا ما شنو القصد؟ هنا يقصد انه اكون بهذه المستويات الزياده لهذا الانزيم يمكن تشخيص مرض الساركودوسيس. طبعا الطرائق اكو طرائق بالاشتراك بطرائق ثانيه اللي هي الاشعه والتشريح العضلي. ACE levels are also less likely to be elevated in cases of chronic. يعني شنو الحكي هنا او القصد انه المستويات هذا الانزيم تكون اقل عرضه للارتفاع بالحالات المزمنه. انتبه هنا شويه على هذا السلايد. اكو امراض تصيبنا ممكن تخلي المعدل اقل من المعدل الطبيعي لهذا الانزيم. من هاي الامراض هو chronic liver disease اللي هو مرض الكبد المزمن, eating disorder called anorexia nervosa اللي هو اضطراب الاكل, steroid therapy اللي هو العلاج بالثيرابي, therapy for sarcoidosis اللي هو علاج الساركويد, وهنا عندنا underactive thyroid اللي هو hypothyroidism. طبعا هنا لما يكون قصور بالغدة الدرقية. إلى هنا انتهت حلقتنا, أتمنى أنه نالت إعجابكم. أترككم في رعاية الله.